ستبقى الجزائر وفية لتعهداتها والالتزاماتها، وستبقى داعمة للقضايا العادلة من فلسطين إلى الصحراء الغربية. هذه هي جزائر الشهداء، هذه هي الجزائر التي يحسدنا عليها الكثير. الرجل الأول في جبهة التحرير أكد على أن التنافس يجب أن يكون على البرامج والأفكار، كما أن الشعب يدرك حجم جبهة التحرير. جبهة التحرير الوطني هو استمرار لرسالة نوفمبر في تواصل بين الأجيال. احنا ما نفرط في كبارنا، نستفاد من تجربتهم، نستفاد من خبرتهم، وفي نفس الوقت ما نقطعش لياس لأولادنا، لأن أولادنا هم اللي يصنعوا المستقبل، وهم اللي لازم نعمل بأن نوصلهم لمواقع المسؤولية. هذا هو التغيير اللي تحوز عليه جبهة التحرير الوطني في تواصل بين الأجيال. احنا نحوز نقطع الاحتكار.